من هنا من مقر السفارة اليمنية في ماليزيا نظم عشرات الطلاب وقفة احتجاجية للتنديد بما أقدمت عليه وزارة التعليم العالي والمالية من استقطاع لمنح بعض الطلاب الدارسين في الخارج. تأتي هذه الوقفة بعد وقفات أخرى كان قد نظمها العديد منهم في دول روسيا ومصر والمغرب وباكستان احتجاجا على إسقاط مستحقات أكثر من 800 من الطلاب اليمنيين في الخارج. فحسب بيان صادر من اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا أكدوا فيه أن ممارسات وزارة التعليم العالي التي تسيطر عليها الميليشيا قد تسببت في وجود عجز في تغطية المساعدات المالية لعدد 535 طالباً، فيما سيترك أكثر من 200 طالباً بدون مساعدات مالية. ليس هذا فقط، بل أن البعض قد تتوقف دراستهم نتيجة عدم سداد الملحقية لرسومهم الدراسية. قيام وزارة المالية بخصم 511 ألف دولار كوفر وفق التقرير المغلوط الذي رفع لهم تم تنفيذه على حساب مستحقات الطلاب، ومطلوب إعادة النظر وإيقاف هذا الخصم وسرعة التعزيز بالربع الثالث لجميع الطلاب. هذا ويرجع مراقبون إلى أن سيطرة الإنقلابيين على مفاصل الدولة ساهم في تفاقم وضع الطلاب اليمنيين الدارسين بالخارج في مشهد يكرس حالة العبث التي تدار بها الدولة من قبل الميليشيا.